السلام عليكم. محافظ بغداد المهندس فلاح الجزائري أعلن اليوم عن تخصيص مساحة 40,000 دونم بقضاء النهروان بالقرب من مدينة بسماية لتقسيم أراضيها وتوزيعها على المواطنين. الجزائري أعلن هالشيء خلال مشاركته باجتماع مجلس الإسكان الوطني، وأضاف أن الحكومة المحلية بدأت إجراءاتها بتطبيق قرار مجلس الوزراء المرقم 70 العام 2019 واللي ينص على تخصيص أراضي سكنية وتوزيعها على المستحقين. محافظ بغداد أكد شمول جميع شرائح المجتمع بتوزيع الأراضي وبضمنهم ذوي الشهداء وموظفي المحافظة وحسب الضوابط الواردة بقرار المجلس، وأشار إلى أنه توزيع الأراضي راح يهتم بالتصميم الأساس لبغداد والتخطيط الحضاري والإنماء الشامل. المحافظ أشار إلى توفير الأراضي والمجمعات واطئة الكلفة لذوي الدخل المحدود وذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الخدمات والتخصيصات لها قبل إنشاء أي مشروع أو توزيع الأراضي، وشدد على ضرورة تعاون الوزارات الأخرى بإنهاء الموافقات للبدء بالمجمعات وتشجيع الاستثمار. قبلها سوونا طريق سريع هاي واي بين بسماية وبغداد، وسوونا مكان جسر ديالة جسر جديد هدف 8 مسارات، وشيلونا السيطرة مع الرستمية. عموما هاي التصريحات أثارت انتباهنا اليوم، أما ملفنا لهذه الليلة فهو سنادين طهران البغدادية تترقب مطرقة واشنطن الحديدية. ها هو عود الثقاب الأمريكي يحتك بالملمس الإيراني الخشن ويوصل لمرحلة تطاير الشرار. ها نحن أمام مشهد الذروة واللي ممكن يتبعها صوت صفعة مثلا أو سحبة زناد مثل ما نشوف بأفلام الكاوبوي. السؤال هو إيش راح يصير؟ عود الشخاط يشتعل ويحرق المنطقة؟ نقول المنطقة كناية عن العراق طبعا. وهل ثم تغيرك أيها المقرود المحارب بالنيابة؟ يودع عدكم حتى هم كل ما سمعتوهم يقولون المنطقة فثقوا أنهم يقصدون بلدكم. هو الصاية والصرماية ساحة الصراع وأكبر أسبابه. ليش العراق بالذات؟ لأنه استراتيجية الحرب اللي تعتمدها طهران ومن سنوات تقوم على إبعاد جبهة القتال عن أراضيها ومشاغلة العدو بمناطق تواجدة على بعد مئات وآلاف الكيلومترات. هي هاي الاستراتيجية الشغالة بدليل ما سمعنا اليوم من وكالة مهر. هاي الوكالة حجت عن مبادئ مشروع قانون ربما يتقدم للبرلمان الإيراني، ومفاده اعتبار الاستيلاء على القواعد والممتلكات الأمريكية بالمنطقة حق من حقوق دول الإقليم، لأنه هاي القوات مصنفة إرهابية، وبالتالي يجب إعطاء الإذن للقوات المسلحة بجميع البلدان لا سيما جيوش التحرير والجهاد حسب وصفهم طبعا بالتصدي للقوات الأمريكية بغرب آسيا. الله يا غرب آسيا شقد عزيز ترابك، وبحال تم اعتقال قوات أمريكية فلازم تتسلم لإيران حتى تحاكمها. معنى هذا يا فصائل العراق المقاومة، اليوم يومكم، قاتلوهم وإسروهم وسلموهم إن جسم واسم وكله بثوابه، فلا تقصرون وتخلوهم يوصلون لحدودنا. هذا ملخص استراتيجي للمشروع، وإذا انقر معناها المعركة انتقلت بشكل شرعي وقانوني إلى العراق. طبعا قانوني بالنسبة لإيران، لأن احنا ما معنيين بهيج قانون. يعني بالضبط مثل ما أمريكا قررت ذات يوم أنه يجب مطاردة الإرهاب بكل مكان بالعالم حتى تمنع وصول الأراضيها، كذلك إيران ماشية بنفس الاستراتيجية. شعارها نقاتل الأمريكان بكل دول الإقليم المحيط بنا حتى نمنعها من الوصول لنا. طيب العراقيين شو يقولون؟ سؤال خطأ من الأساس، لأنه عندنا أنواع من العراقيين مو نوع واحد،
وأبرز نوع معنيين بي بهالأيام هم العراقيين اللي نسميهم تهذيباً أصدقاء طهران، بينما بعضهم وظيفتهم الأساسية أن يكونون ملقط نار يبعد الخطر عن حليفهم. عوفكم من التبريرات العقائدية أو الأخلاقية، رد الجميل، نصرة المذهب، عوفوها هاي واخذوا الخلاصة. انتوا جاي تلطخون نفسكم بدم المجاتيل ومامورين حصرا بإبعاد النار الأمريكية عن حليفكم وإبقائها ببلدكم. سياسيا هذا الشيء اتضح اليوم مع بروز التناغم الهائل بالمواقف مع ردود أفعال الإيرانيين ضد قرار ترامب. نواب بالفتح وصفوا القرار بالأرعن، وأكو قوة سخفت القرار وكأنها ترجم تسخيف المرشد إله وقالت عنه مجرد حرب نفسية ما راح يأثر على السلوك العملي والسياسي والعسكري لفصائل المقاومة. بس مع هذا القصة مو قصة مواقف سياسية فقط، القصة أخطر بقرينة التخوف الأمريكي من أن تبدي المعركة سريعاً ميدانها المثالي العراق. وهذا اللي فضح مسؤولين عراقيين همسوا لوسائل الإعلام أنه الأمريكان رفعوا إجراءاتهم الأمنية بمحيط مقراتهم وقواعدهم ومرابض مروحياتهم وآلياتهم القتالية. يعني واحدهم قام يمشي ويتلفت، بس علي من عمي يتلفت، هي هاي اللي يريدها، هو صاحب الشخاطة وبرميل البارود، عود الثقاب بيده والنار ببيتنا. شايفين هيش قسمة بالله. أرحب بكم وأناقش هذا الملف مع الدكتور نعيم العبودي النائب عن تحالف الفتح، كذلك مع الدكتور ظافر العاني عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي، وعبر سكايب من السليمانية مع الدكتور عقيل عباس أستاذ الجامعة الأمريكية في السليمانية. قبل ما أبدي خلي أرحب بضيوفي أولا، وقبل ما أبدي الحوار سأريد أن أوه البارحة حصل عندنا خطأ غير مقصود من ناقشنا موضوع جلسة المحكمة الاتحادية، عرضنا صورتين بالخطأ لشخصيتين ما كانوا مقصودين. الشخصية الأولى اللي عرضناها كانت فلاح محمود القيسي، والمقصود كان محمود القيسي عضو تحالف بغداد اللي هاي صورته بالجو. والخطأ الثاني أيضا عرضنا صورة ستار جبار، وكنا نقصد ستار الجابري اللي هاي صورته. دول الشخصيتين اللي إن قررت المحكمة الاتحادية بالطعن اللي قدموه بعض النواب سيتبوؤون منصبهم بدلا عن نواب آخرين، لذلك اقتضى التنويه وتصحيح هذا الخطأ. نرجع لطلباتنا مال اليوم دكتور نعيم، خلي بدياك أقول عدا بدر والعصائب والكتائب، كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء وجند الإمام والنجباء عدا هاي الفصائل، منو بعد راح نشمل بقرار اعتبار الحرس الثوري منظمة إرهابية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بالبدء أحييك أستاذ أحمد وأحيي ضيفيك الكريمين وكذلك أحيي مشاهديكم الكرام. بالبدء أعزي العالم الإسلامي والمراجع العظام وكذلك الحوزة العلمية بذكرى شهادة السيد محمد باقر الصدر، نسأل الله أن يجعلنا ثابتين على نهجه وخطاه القويمة. أولا أستاذ أحمد، أنت تعرف بأنه القرار الرئيس الولايات المتحدة الأمريكية لم يكن يعني وليد لحظة، إنما كان هناك عدة خطوات استراتيجية، وأنا أعتقدها بأنها كانت استراتيجية بالنسبة لترامب، وحتى هناك بعض القرارات التي أعلنها في دعايات الانتخابية بدأ يطبقها. لذلك أنا أختلف تماما مع من يظن بأنه ترامب غبي، إنما ترامب هو يمثل سياسة الولايات المتحدة الأمريكية هذا يعني خلال هذا وقتها. لذلك هو هذا القرار جاء بعد أن نقل السفارة إلى القدس، أيضا كان هناك قرار حول الجولان العربية، واليوم كان القرار بوضع الحرس الثوري على لائحة الإرهاب، علما بأنه الحرس في الجمهورية الإسلامية الإيرانية كما تعرف بأنه مؤسسة رسمية حكومية، بالتالي هذا يعطي يعني وسبق أيضا والله هذا يخوف، الحشد هم مؤسسة رسمية عندنا
اجيك يعني طبعا اكيد مؤسسه رسميه ولا يعني وفق هذه السياقات وفق هذه الفوضى لترامب لا استبعد اي قرار يصدر من عنده. فبالتالي اقول هذه القرارات جاءت متتاليه، قبلها كان انا وازم واعتقد بانه ما يقوم به ترامب هو يمثل اراده ورغبه اللوب الصهيوني ويخدم الكيان الصهيوني، والدليل بانه حتى رئيس الكيان الصهيوني رئيس وزراء الكيان الصهيوني شكر الولايات المتحده الامريكيه على هذا موقفها. كذلك بان هناك منطلقات ما يقوم به ترامب ليس فقط هي منطلقات سياسيه، الاكثر هي منطلقات عقائديه، حتى تصريح وزير الخارجيه الامريكيه ايضا واضح جدا بانه دكتور ما له علاقه بترامب وموقفه من الحرس الثوري من ايران، انتم شو صكمون بكمون ماكو لا ليش لا موقف ليش صمون؟ لا انتم الموقف الرسمي مال الحكومه العراقيه لا هذا يخص انتم الموقف الرسمي للفصائل لا احنا موقفنا بالنسبه عندما كان هناك حصار على الشعب الايراني لا 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 موقف من القرار واضح لا واضح بالنسبه واضح اقول بالنسبه عندما تم مهاجمه الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه بالحصار عليها كان لدينا موقف رسمي كحركات سياسيه وكذلك الحكومه العراقيه كان لها موقف رسمي. اما استهداف الحكومه الايرانيه واستهداف الحرس الثوري انا اعتقد بانه الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه كحكومه هي معنيه بان هذا الموقف نعم الجمهورية الإسلامية وكذلك الحرس الثوري وقف مع العراق ووقف مع شعب العراق وكان له دور كبير جدا، ولكن لا نستطيع أن نقف يعني بمنطلق مثلا بتصريحات نعرفها بأنه هي خدمة الكيان الصهيوني. لذلك نقول تخافون؟ لا أبدا تخافون تخافون من ترامب بس يسمع بكم يعني تلوموا على هالقرار وتعتبروا قرار بشكل رسمي كحكومة وكحشد رأسا يطبقكم الحرس الثوري ويعني يخليكم على اللائحه وتعرف شنو تداعياتها. قطعا هذا السؤال كاحمد ملا طلال اعتقد ما هو ما يؤمن به، انما هناك ربما على لسان الاخرين انت تعرض ان العصائب والحركات المقاومه التي كانت وما زالت هي يعني ند للتواجد الامريكي وموقفنا موقف واحد وثابت ومبدئي. اولا من قاوم الولايات المتحده الامريكيه معروف من هو، وبالتالي لا نخشى من الولايات المتحده الامريكيه، ونحن نعتقد بان الولايات المتحده الامريكيه موقفنا واضح ثابت. أنطوني موقف شلون اليوم وزارة الخارجية السورية موقفنا وزارة الخارجية السورية اليوم دول اللي يعني لا موقفنا اللي أنا أتكلم وزارة الخارجية السورية تقول هذا وسام شرف على صدر الحرس الثوري ونحن نقول بأنه أي موقف للولايات المتحدة الأمريكية تجاه إيران هذا كله كلام لا قيمة له، وبالتالي هو يخدم سياسة الكيان الصهيوني في هذه المنطقة. بالتالي الذي يجب أن ننظر إليه ما خلف هذا القرار وهو الكيان الصهيوني. أما موقفنا رسمي واضح جدا عندما كان هناك يعني تدخل واضح جدا في الشعوب وفي حصات الشعوب كان لدينا واضح ما أدري أحس إنه إيران تريد موقف منكم كحشديين وموقف من الحكومه افضل من هذا لا أقوى من هذا الموقف. لا بالعكس لا بس انتم خايفين من تداعيات اظهار ابدا 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 لماذا زي. لا هناك مالات موقف تحتاج الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه ويحتاجه كعراقيين، هناك مبدا ما تعتقده الحكومه العراقيه سوف نلتزم به تماما، كما ان الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه تعرض بانه ليس بحاجه ان يكون هناك موقف تصريحات هنا وهناك واضح. ابدا، ولكن موقفنا واضح وثابت بانه هذه الخطوات هي خطوات تخدم الكيان الصهيوني. موقفنا كان واضح جدا. ما ادري قد اثرت على الانتخاب شباب تابعوا الانتخابات الإسرائيلية نتنياهو بناء على هاي الخطوة فاز أكيد ما فاز أكيد أستاذ أحمد عفوا مواقفنا أقول يعني حتى لا أكون واضحة جدا موقف الولايات المتحدة الأمريكية تجاه جولان كان موقفنا واضح جدا وثابت ورافض، وقلنا بأن جولان عربية وهذا لا قيمة له. عندما كان هناك حصار على الشعب الإيراني كان لدينا موقف واضح راح تحتاج إن والله الحلقة طويلة دكتور كل تحتاج إن هالمواقف فبالتالي موقفنا واضح وثابت ليس جيد يعني جيد. خل أروح على دكتور عقيل السليماني وأقول يقول رايان هوك البارحة الصحفيين سألوه عن موقف في العراق، قال رايان هوك طبعا المبعوث الرئيس الأمريكي فيما يخص الشأن الإيراني، سألوه البارحة يعني يمكن بشكل شخصي لكن أحد الصحفيين أنا استمعت له اليوم بسياق إعداد الحلقة مجاوبة قال له ما مطلوب من العراقيين شيء، أريدك بحكم فهمك للسياسة الأمريكية يعني شنو ما مطلوب من العراقيين شيء؟ حسبونا على إيران لو متفهمين الوضع دكتور؟ يعني هناك غموض لحد الآن بخصوص هذه السياسة الجديدة التي جاءت بها إدارة ترامب، لأنه لحد الآن لم تصل أي تعليمات إلى السفارة الأمريكية في العراق بشأن مدى تطبيق هذه السياسة الجديدة. هذه السياسة اقترحت في عهد الرئيس جورج بوش ورفضت، اقترحت مرة أخرى في عهد الرئيس أوباما ورفضت لأن هناك خوف من عواقب مثل هذه السياسة. نحن الآن يعني إزاء موقف أمريكي يبدو غريبا إلى حد
مع التسريبات الداخليه من داخل البيت الابيض ويعني مواقع صنع القرار الامريكي انه هذا القرار كان مستعجلا. عاده يتم الحديث عن التفاصيل، كيفيه التطبيق، مدى التطبيق، الهيئات او الكيانات المشموله. يعني هو ذلك هو خلال اسبوع راح ينعرض على الكونغرس، تتوقع الكونغرس راح يمضيه راح يمشي؟ لا اعتقد هو سيمضي، يعني الاشكاليه هي ليست الاشكاليه هو لحد الان لا يوجد تحديد لمدى تطبيق هذا القرار، ان طبق هذا القرار بشكل صارم فهو قرار مؤذي اقتصاديا لايران وسيضع العراق في موقف حرج، ان طبق بشكل مرن بمعنى من يستطيع العراق الحصول على استثناءات من تطبيق هذا القرار فربما نتحدث عن امر اخر، يعني امكانيه عراقيه. شنو استثناءات؟ يعني شنو طبيعه؟ لا لا عفوا، هنا ما نتحدث عن علاقه بين دولتين، علاقه رسميه، البارحه رئيس الوزراء اجى من ايران واكو اتفاقات، لا نتحدث عن تواصل وعلاقه مميزه ومعروفه ومشخصه للحرس الثوري الايراني باحزاب وشخصيات وفصائل عراقيه. اكون ممكن امريكا تكون مرنه بهذا الموضوع؟ هذا سؤال. يعني انا لا اعتقد انهم سيكونون مرنين بهذا الجانب، انا اولا يعني لابد من تفكيك بعض الاشياء المرتبطه بهذا الموضوع. حرس الثوري مؤسسه ضخمه في ايران، 150 الف منتسب بحدود قوة عسكرية، قوة جوية، قوة بحرية وقوة لا هم هم تقريبا 120 ألف يعني بالضبط يعني بقد عديد الحشد الشعبي عندنا. ربما أيضا هم يعني قوة اقتصادية يسيطرون، يعني بعض التقديرات تقول بحدود 20% من الاقتصاد الإيراني. السؤال هنا هل هذه السياسة ستطبق على الجانب العسكري، يعني على المؤسسات العسكرية التابعة للحرس الثوري ونظرائهم الذين يتعاطون معهم العراقيين أو السوريين أو قوات سوريا الديمقراطية يعني التي تقاتل في شمال سوريا، أم أيضا سيشمل المؤسسات الاقتصادية؟ مثلا الحرس الثوري الإيراني يعني يهيمن على بعض العمليات النفطية، عمليات تصدير نفط، عمليات نقل ايضا، يعني بعض الباصات ربما التي تاتي للعراق هي شركات يعني تقوم بنقل الحجيج الزوار الايراني تعود للحرس الثوري. هل ستشمل هذه السياسه ام لا؟ هذا الامر ليس واضحا. واضح. لقاءات لساسه عراقيين مع اناس ضمن الحرس الثوري الايراني اعتقد هذا سيخلق مشكله. واضح واضح. زين ما اعرف دكتور ظافر ارجع لك، ما ادري اهنيك بهذا القرار قرار ترامب لو عزيك بيوم 9/4 سقوط النظام السابق. يعني عارف الوحده شالت وحده احداث وقفت عن الاخرى. زين وانه لافت بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك لضيوفك الكرام. لافت للنظر انه هذا القرار يصدر ايضا في توقيت قد تكون مصادفه ولكنها ذات دلاله، هي عدوان على العراق واحتلاله ايضا في نفس هذه التوقيتات، وكان يعني تمنح اشاره الى ما يمكن ان ينتهي له هذا القرار فيما لو يعني لم يتم التعامل معه بحكمه. وانا اريد اثني على حكمه الفصائل العراقيه اللي لحد الان يعني انصحهم انه لا يصدرون يعني بيان. ليش؟ يعني انه يعني طبعا سيكون منهم مطلوب منهم ان يوضحوا موقف اكثر من ذلك، يعني لانه هم يعرفون اكيد مدى جديه هذا الموضوع اولا. ثانيا انه ايران بحصافتها المعروفه لا تريد لغيرها ان يدير المعركه، انه حتى لا تتهور يعني بعض الذين يعني يرتبطون بشكل او باخر بالحرس الثوري الايراني ويتصرفون تصرف معين تجاه قوات امريكيه سواء في غرب اسيا، والعراق هو من ضمن غرب اسيا لم يكن يعني في قلبها، ان لا يتصرفون تصرف بعدين ايران تدفع ثمنه. وبالتالي انا لا اتوقع ان يكون هنالك موقف واضح من فصائل قد يفهم منها ايضا انها يعني وثيقة الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وبالتالي
يعني ستكون في نفس ما تحتاج الولايات المتحدة الأمريكية وأجهزة الاستخباراتية تحتاج اليوم مثلا العصائب تصدر بيان لو الكتائب تصدر بيان تعرف كل شيء تعرف طبيعة العلاقات تعرف زين شو راح تفسر الولايات المتحدة الأمريكية هذا خلينا نسميه الصمت إذا ما صدر مثل إذا خلينا نقول نصيحتك استجابوا لنصيحتك وما صدروا وما صعدوا أي لا هو مو فقط ما يصدرون هو مطلوب منهم ربما أيضا أن يتبرؤوا من علاقتهم مع الحرس الثوري الإيراني أوف إنه يعني ينبغي أن يكون هذا واضح للفصائل التي تتهم بأنها جزء من الحرس الثوري الإيراني سواء كانت تسليحها تمويلها عقيدتها تعليماتها تدريباتها إنه عليها أن تعلم هذا الشيء ما يصير التداعيات شنو هذا الشيء ما يصير أنا أقول لك إنه التداعيات شنو أنا أعتقد إنه نذر الحرب في المنطقة الآن موجودة إنه يعني ظلال معركة عسكرية قادمة أكاد أراها وهذه المرة يعني واشنطن جادة في هذا وهي منذ مدة ويعني بالفعل إنه هذا القرار ترجمة للوعود اللي قدمها ترامب لجمهوره خلال حملته ودعتك مبالغة دكتور يعني دا احكي عن الموضوع ثلاث مستويات انت لا تقدم نصيحه لا هذه نصيحه انا دا اطرح كل الاراء بهالخصوص اذا نظر للموضوع ثلاث مستويات المستوى الاول تصعيد ضمن تعودنا عليه 40 سنه بين ايران وامريكا وراح يذوب شوف بالتزامن مع الانتخابات الاسرائيليه بالتزامن خليني الفت انتباهك الثاني تصير بعض المناوشات هاون على السفاره ما أعرف إيش على القاعدة هاي المناوشات البسيطة الثالث ذاك الصدام المباشر الاثنين الأخيرات مستبعدات شوف فنبقى بمستوى إنه هذا التصعيد المتعود يعني أنا أتمنى إنه ما يتوهمون يعني حكام طهران إنه هذه المرة هي حرب نفسية وإعلامية وأنها سياسية فقط ولا يرتكبون يعني نفس سياسات النظام السابق التي أدت إلى احتلال العراق والعدوان عليه وأتمنى أن يتعاملوا مع الموضوع بجدية حقيقية أنه هنالك ثم التهديد حقيقي وجدي وقرار ينبغي التعامل معه أنه الموضوع متروك لهم أنه يحلون الحرس الثوري الإيراني أنه يعلنوا أنه نشاطاته يضحك دكتور يعني لا شوف جملتك ايش قد يعني مستفزه ليش لا شفت شلون ضحكت شنو يحلون الحرس الثوري يعني ليش اللي يضحك واحد يضحك اليوم قد يبكي غدا لا 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 بالعكس لا بالعكس هو يعني السؤال عفوا دكتور يعني هاي مال الحل يعني هو يعني اذا يكمل وانا اعطي ملاحظات حتى ما اخذ لانه انا ما اريد اقدم يعني عفوا اشكرك اخي معي أنه أنا ما أريد أقدم يعني نصيحة ولكن أقول أنه من تجربة العراق عليهم أن لا يتهاونوا يعني أنه ترامب يكاد يكون نفس نموذج بوش هسه إحنا ما لنا علاقة بإيران قصدي ما لنا علاقة لنا علاقة بالعراق يعني خفف شوية السقف مالك مو حل الحرس الثوري خلينا نقول قطع العلاقة بين الحشد الشعبي والحرس الثوري فيما يخصنا عراقيا يعني كافي على الأقل نوعا ما أنا قلت لجنابك أنه يعني الفصائل الولائية اللي تسمى أو المقاومة الإسلامية أو غيرها اللي منها متهمة بأنها يعني لها ثمة علاقة بشكل أو بآخر مع الحرس الثوري الإيراني مطلوب منها أن يكون لها موقف أكثر من الصمت أكثر من الصمت والحكومة العراقية أيضا مطلوب منها موقف أكثر من غريب اليوم حتى رئيس الوزراء مؤتمر الصحفي بيش قضية مهمة لا وزارة خارجيتنا حكت لا رئيس وزراءنا حكت له موقف يخصنا يعني أكثر من أي دولة أخرى بالمنطقة لا بل إنه كان سيد وزير خارجي ربما يعني خانه التوفيق في التعبير الأولي في يعني ضد العقوبات الأحادية الجانب أو شيء من هذا القبيل وكأن هذا يفهم وكأنه رفض القرار أمريكا واصطفاف معه موضوع حساس مثل هذا ينبغي أن لا تكون فيه مغامرة ويعني لا تقدم نصائح تجعلهم يعني يتعاملون مع الموضوع بتهاون كبير. واضح. أعتقد الأمر جدي أكثر. دكتور نعيم هاي الجدية شو راح تتعاملون إياها كساسة عراقيين بصورة عامة وكساسة أصدقاء الإيران الجدية الواضحة عند الرئيس الأمريكي في طريقة تعاطيه مع الملف الإيراني. إصراره ماكو وعد من وعوده الانتخابية ما نفذه ويبدو أنه
يعني ماشي. نعم ماشي. انا عندي بعض الملاحظات. طبعا زميلي الدكتور ظافر قال من يضحك سيبكي اخيرا واخيرا. انا احنا نقول يعني كان دور البكاء بالبدايه يعني ادوارنا عندما يعني مارسنا وشيعنا شهدانا على يد البحثيين وكذلك نظام البعث، وبالتالي صبرنا ان شاء الله الحمد لله والشكر اثمر، وبالتالي وان كانت هذه التجربه لا تلبي طموحنا هناك ثغرات، ولكن نقول بانه يجب ان نستمر، وبالتالي ان شاء الله سوف يكون ليس ضحك الذي هو مذموم في القران الكريم، ولكن اقول بانه سوف يكون بارتياحيه والشعب العراقي سوف يكون اكثر استقرارا وارتياحا. هذا واحد. ثانيا استاذ احمد، احنا بالنسبه علاقتنا واضحه جدا، لم نخفيها تماما مع الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه، وحتى لقاءاتنا مع الحاج قاسم سليماني ابدا تختلف عن لقاءات الاخرين التي هي لقاءات سريه، فبالتالي ربما اعتقد ربما هذا القرار الامريكي سوف يسبب احراج الدكتور ظافر والاخرين الذين يلتقون سرا يعني بالحاج قاسم، بالتالي امريكا تدري بالسر والعلني. اي فبالتالي احنا فبالتالي احنا علاقاتنا علاقه واضحه جدا، وموقفنا لا ينطلق من موقف طائفي ابدا، موقفنا ينطلق من مصلحة الشعب العراقي. هذا واحد. لأن يا أخي الدولة وقفت مع الشعب العراقي، وحتى الحرس الثوري وقف مع الشعب العراقي، وقف عند الكرد وفي المناطق الغربية قبل أن يقف معنا، بالتالي يجب أن يكون هناك موقف إيجابي. نحن نثمن هذه الجهود، ولكن لا نريد أن نكون نحن بديلا عن الإيرانيين، هذا لا نقبل به. نحن عراقيين وهذا موقفنا واضح وثابت. إيه ميخال، بس ترامب ايش راح يفهم من يسمع اليوم رئيس وزرائنا؟ أنا قبل شوي قلت إنه بالمؤتمر الصحفي ما منوه هسه موقف، تجيني معلومة إنه رئيس وزراء اليوم قال حاولنا إيقاف القرار الأمريكي ضد الحرس الثوري الإيراني من خلال اتصالات مع من خلال اتصالات مع الملك السعودي والرئيس المصري وحتى الإدارة الأمريكية، لكن ترامب كان مصرا على قراره. زين هاي خلال المؤتمر الصحفي اليوم، قل لي شو راح تفهم امريكا؟ شوف ابو قاسم، هاي الرغبه العراقيه بعد الاستصدار اليوم اول موقف العراق، يعني شوف موقف العراق السيد رئيس الوزراء وحتى وزير الخارجيه، انا اختلف ربما مع زميلي الدكتور ظافر، انا اقول بانه كان رد مسؤول وتماما مسؤول، يعني وهو يعبر عن وجهه يعني مؤسسه وزاره الخارجيه وهي تعبر عن القرار العراقي. قضيه الايران ابو قاسم هي مو احنا اختارينا ايران ولا ايران اختارتنا، هناك ارتباطات بالحدود، هناك أكثر من 1400 كيلومتر بيننا وبين الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هناك تبادل تجاري، هناك تبادل ثقافي، هناك تاريخ كبير جدا، بالتالي الحصار الذي إذا التزم به العراق سوف يضرب بالعراق قبل أن يضرب بإيران. هناك تبادل تجاري، يعني من المستحيل أن يوقف هذا التبادل التجاري. هذا واحد. لا فرق بين الحكومة الإيرانية وطبيعة لا بالتالي بين الحرس الثوري والإشعاعات. لا أقول الولايات المتحدة الأمريكية تنظر للحرس الثوري على أنه منظمة إرهابية، كل أصدقائه بالعراق بلبنان باليمن بسوريا كل أصدقائه ذولا أذرع إليه. إحنا بالنسبة باكر إذا ترامب وشاف العصائب ذراع للحرس الثوري، لو شاف بدر للحرس الثوري أنا وين أنت وجهي؟ إحنا بالنسبة إنه أبو قسور، إحنا بالنسبة إنه أقول أنا تكلمت بصورة عامة على مواقفنا الثابتة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أنت قلت بأنه ترامب لا يقبل حتى يعني عند تدخل السيد عادل عبد المهدي وبعض الدول. أقول هذا موقفنا موقف رسمي، بالتالي هو نابع وكذلك منطلق مصلحة الشعب العراقي. أما بالنسبة إلى ترامب بأنه يحسب هذه الحركات، هو حسب حركة النجباء اعتبرها، هناك نقاش أيضا حول حركة عصابة أهل الحق حركتنا وأيضا حركات أخرى. أقول بالنسبة أن هذه القرارات إذا ترامب يعني اتخذها فهي قرارات لا تثنينا ولا تغير من الواقع العراقي، وهذا أيضا يكشف سياسة الولايات المتحدة الأمريكية الذي البعض يتشدق بالولايات المتحدة الأمريكية. نقول الآن ترامب كشف عن هذه سياسة الولايات المتحدة الأمريكية وأصبح المنطقة السائد الدولي. بس كل زين تعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل مع الحكومة العراقية رسميا بشكل وتتعامل معاكم كحشيد وكفصائل، ونظرتها لكم تختلف عن نظرة الحكومة العراقية. أقول أبو قسوة واضح جدا الآن المنطقة الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية هو ليس المنطقة الدولي والمنطقة العلاقات، إنما هو منطقة القوة، وهذا واضح جدا، يعني كشف واضح يعني بصورة واضحة وجلية إترام. نحن نقول بأنه المنطق يجب أن يكون سيادة العراق، ما نقوله نحن صحيح بأنه أمريكا هي دولة عظمى، ولكن هذا لا يعني أن نتنازل عن قراراتنا الداخلية وعن كرامتنا. هناك من يقول نرفض أن يكون هناك تدخل في
الشأن العراقي الداخلي، هناك من إيران ومن غير المنطقة، زين فما بالك في الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل هو مسموح وحلال للولايات المتحدة الأمريكية ومرفوض للدول الأخرى؟ فإذا كان رفض للتدخل للشأن الداخلي فعلى القوى السياسية أيضا وعلى الدولة أن ترفض ذلك، وإن كانت دولة عظمى فمو معناه إن كانت دولة عظمى أن تسلب حريتنا وكرامتنا. واضح. دكتور عقيل، القوات الأمريكية بالعراق زادت من احترازاتها الأمنية من البارحة واليوم، يمكن مستعدين للقرار قبل القرار وأثناء القرار فيما يخص قواعدها، فيما يخص تحركات بعض خلينا نقول قواتها، فيما يخص المهابط مال مروحياتها. متوقع الشيء؟ لو إجراء طبيعي هذا ممكن، يعني متوقع ردة فعل عراقية من بعض الأطراف العراقية؟ لو إجراء طبيعي ممكن تسوي الولايات المتحدة الأمريكية يعني بالتزامن مع هيش قرار؟ هناك يعني هناك مخاوف أمريكية جدية بهذا الصدد، وضمن البنتاغون كانت هناك معارضة لهذا القرار لهذا السبب بالذات، وهو أنه يستهدف الحرس الثوري الإيراني يعني عبر يعني قواته نفسها أو عبر الأذرع المحلية له في بلدان أخرى أن يستهدف القوات الأمريكية. القرار يعني الذي دفع باتجاه القرار يعني هما شخصان يعتبران من الصقور، جون بولتون مستشار الأمن القومي ومايك بومبيو. البنتاغون كان ضد هذا القرار، حتى عندما فكر الرئيس جورج بوش يعني باتخاذ مثل هذا القرار واعتبار الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، ما أوقفه أحد الأسباب التي أوقفت هو احتمال استهداف القوات الأمريكية في الشرق الأوسط من جانب إيران والمنظمات التي تعمل معها. هناك مخاوف أمريكية جدية بهذا الصدد، ليس فقط في العراق وإنما أيضا في البحرين وفي قطر. بالتالي يعني أنا أعتقد القوى العراقية القريبة من إيران، يعني وأنا أستمع يعني إلى ما يقوله ضيفك الكريم دكتور نعيم العبدودي، يعني أعتقد جزء من خطابه إيجابي تغليب المصالح العراقية. المهم أنه يتحول هذا الخطاب إلى فعل على الأرض. شلون؟ بمعنى الالتزام بالمصالح العراقية، الالتزام بما عملياً عملياً العراقية. عملياً ما هو المطلوب من عملياً ما هو المطلوب من الفصائل العراقية الحليفة للحرس الثوري؟ المطلوب الآن بعد هذا القرار الأخير هو حقيقة قطع أي صلة بين الحشد القريب من إيران. تعرف أنا أتحدث عن حشود حتى وإن كان حشد هو مؤسسة واحدة رسميا، الحشد القريب من إيران ما يسمى بالحشد الولائي هو أن يقطع صلته بالحرس الثوري الإيراني. قرار صعب ومؤلم، لكن الأمر مرتبط بشدة الإصرار الأمريكي. ماذا لو لم يلتزم الحشد الولائي حسب تعبيرك من هذا بنصيحتك واستمرت الصلات مع الحرس الثوري، واستمر الجنرال قاسم سليماني بزياراته إلى بغداد ولقاءاته معهم، واستمر زياراتهم إلى إيران، واستمر دعم إيران لهم سياسيا وعسكريا وماديا، ما هو موقف الولايات المتحدة الأمريكية المتوقع يعني تجاه هذه الفصائل؟ أعتقد أن الولايات المتحدة ليست بصدد الذهاب نحو خيار عسكري لمواجهة هذه الفصائل، هذا أولا. الضغط سيزداد على الحكومة العراقية، وهذا الضغط أنا أعتقد على المدى البعيد سيضعف من الدعم الرسمي العراقي للحشد أو لما نسميه الحشد الولائي. بالمحصلة النهائية هناك جدل عراقي بشأن مستقبل الحشد، وهذا القرار الأمريكي الأخير سيقوي كفة الداعين إلى تذويب الحشد في المؤسسة العسكرية العراقية، بمعنى إلغاء كمؤسسة قائمة بذاتها. ونحن نعرف يعني أن هناك جدل عراقي رغم وجود قانون يشرع وجود الحشد كمؤسسة عسكرية مستقلة، لكنه في آخر المطاف أنا أعتقد أن الولايات المتحدة ليست مستعدة أن تفقد العراق، بمعنى العراق كحليف استراتيجي، من بسبب استمرار علاقة الحشد مع الحرس الثوري الإيراني. لكن هذا سيدفع الولايات المتحدة مثلا إلى وضع شخصيات ضمن الحشد تتواصل مع الحرس الثوري الإيراني على قائمة المطلوبين، منعهم من السفر وأشياء من هذا القبيل. طبعا هذا في آخر المطاف يضعف موقف
هذا الجانب من الحشد او ما نسميه الحشد الولائي ضمن الجدل العراقي العراقي بشان مستقبل الحشد، لانه الحشد على يعني بهذه الطريقه ان اصر على خرق هذا القرار الامريكي سيتحول الى عبء على الدوله العراقيه وعلى مصالح الدوله العراقيه. وبالتالي انا اعتقد يعني هم الان يعني وصلوا الى نقطه فارقه ومهمه جدا، المصالح العراقيه هي الاهم ام الايمانات الدينيه والايديولوجيه والولائيه هي الاهم؟ واضح دكتور، وأنا اسمع طيب. يعني واضح، شكرا لك دكتور ظافر. هذا الحكي اللي اسمعه من دكتور عقيل مثل ما يقول الانجليز تو ليت عليه، يعني الحشد صار حشد، صار مؤسسه، وبدا صار عنده جهد هندسي، وبدا صار عنده استثمارات، وبدا صار بيبي حرس ثوري ميني حرس ثوري، يعني تو ليت على الغائه وتذويبه. شلون راح نقدر نواجه عراقيين هذا الموضوع؟ يعني اذا كان هناك خطر جدي لما لا يعني يفكر المرء بخيارات اخرى للحفاظ على يعني قوات تدربت وتمرنت وصار عندها خبره قتاليه. انا اتحدث عن الحشد ك يعني فصائل، طبعا حتى مو فقط الاداره الملكيه ونحن كذلك، يعني الاداره الملكيه حتى تميز في الفصائل ما بين فصائل جيده كان ادائها وثم مرضي وممكن التفاهم معه والتعامل معه، وهناك الفصائل اللي ربما عليها علامات استفهام اللي يعني بحاجه الى انه مثلاً تعيد النظر مثلا يعني مثلاً انا قلت لك احكي لك على متعود بالبرنامج على الاسماء، خليني احكي لك على مثل الفصائل الجيده. أي. ها كل الفصائل اللي مرتبطه بشكل او باخر بالحوزه الدينيه او التي يعني التي لبت النداء يعني استجابه للفتوى مستجابه لاجندات، طبعا انا اقول لك انه يعني لما لا يعاد التفكير. هذا انا كنت قلت لك انه ربما قد يكون من الخيارات امام ايران نفسها اعاده النظر بالحرس الثوري، دمجه، الغائه، شيء من هذا القبيل. انا اعتقد انه يعني علينا ان نجنب مؤسساتنا ايضا مغبه اي يعني اذى يمكن ان يطالها او يحشر العراق في خانه هذه القائمه. وانا اعتقد انه يعني الاخوان يعني يصغون لصوت الحكمه والعقل يعني اكثر من اي شيء اخر. ليش بتوجه خطابك للاداره الامريكيه يا دكتور؟ وحتى للاداره الامريكيه انه شنو اوجه خطابي لهم؟ اوجه خطابك للاداره الامريكيه يعني انه تنصحهم بانه ما لكم علاقه بينا. لا انا احنا بس انتم ما تفهمون طبيعه العلاقه مع ايران، طبيعه العلاقه مع الحرس الثوري، هذا الحرس الثوري اللي سند الحشد الشعبي اللي حرر مناطقكم، اللي البارحه روحاني يقول الحرس الثوري هو اللي منع اربيل وسليمانيه من السقوط بيد داعش. ليش بنوجه خطابنا مثل ما رئيس وزرائنا حاكي ويا الاداره الامريكيه وحاكي ويا العاهل السعودي وحاكي ويا الرئيس المصري؟ وجه خطابك نيابه، تفهموا وضعنا شويه نيابه عن يا الله عن المحافظات المحرره. انا اعتقد انه يعني دور الحرس الثوري كان غير مرضي في محافظات في مناطقنا، كان غير مريح في العراق، هناك تدخل فظ حتى في الشؤون السياسيه. وانا أتذكر قبل أيام أحد كبار السياسيين العراقيين يتحدث عنه ملتقي بسليماني، وكان يتحدث فيه حول تركيبة الحكومة العراقية، وسليماني لا يستطيع أن يتدخل في تعيين مدير عام في إيران، ولكنه في العراق يتدخل حتى في تركيبة الحكومة العراقية وفي وضعها الأمني والعسكري إلى آخره. أنا أعتقد أنه بالنسبة لي هنالك مصلحة عراقية في أن يكون هنالك ضغط على إيران لتكف يدها، وبالذات يعني معولها في المنطقة اللي هو الحرس الثوري الإيراني. وأنا أثمن أيضا من جانب كلام الأخ نعيم في أنه يعني أن يكون هنالك يعني الولاء والاعتبار للعراق أولا قبل أي شيء آخر، حتى إذا البعض منها اضطرت يعني الظروف يوما ما أن تكون له علاقة بشكل أو بآخر مع الحرس الثوري في لحظة يجي مع داعش. يجي شخصية سياسية ولائية تقول لك جزء من أنه أكون العراق أولا
أن يكون الحشد الشعبي واحترام الحشد الشعبي وتقوية الحشد الشعبي والفصائل والحفاظ على حياتهم والحفاظ على أبنهم أيضا والحفاظ على مصلحتهم أيضا هذا مهم. الحشد الجزء الأكبر منهم متطوعين يعني مو أجندة سياسية ولا متطوعين ممكن أن يتعرضون إلى الضرر والأذى نتيجة هذا القرار. وأنا أعتقد أنه أمريكا ما بحاجة وهذا يعني بس إيضاح لي أخي الدكتور عقيل أنه أمريكا ما بحاجة إلى أن تضع لوائح جديدة فيما يتعلق بإيران لأنه هنالك لوائح استرشادية حول التعامل مع قضايا الإرهاب يعني مو اليوم البارحة هناك تحالف دولي ضد الإرهاب ب 79 دولة عليها أن تلتزم بهذا القرار. أنا أعتقد أن معظمها حليفة أو صديقة لأمريكا مو فقط أمريكا ستطبق هذا القرار 79 دولة أخرى هي جزء من التحالف الدولي ضد الإرهاب ومن ضمنها العراق من ضمنها العراق. العراق عليه في النهاية أن يقول رأيه أنا أعتقد أنه واشنطن ما راح تقبل أنه واشنطن ما راح تقبل أن يكون هذا الموقف الفضفاض من الحكومة العراقية. جيد دكتور نعيم يعني ترى الموضوع جدي 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 يعني وبينه عما خطورة قد يندفع ترامب مرة أخرى الإدارة الأمريكية تندفع مرة أخرى تسمي الأشياء مسمياتها يروحون على الحاج الفلاني يروحون على الشيخ الفلاني فلان شنو حضور على قائمة الإرهاب اعتقلوه وخف يوم من الأيام قوات الدلتا تنزل لنا على شخصية سياسية مرموقة وثقيلة والله شنو عندها صلاته بالحرس الثوري. هذا المفروض نحسب حسابه طبعا ها هاي بعدكم يعني يجوز ما راح تستخدمون خلينا نقول قدرتكم امكانياتكم لايصال رسائل رافضه لهذا القرار للقوات الامريكيه الموجوده بالعراق. شوف استاذ احمد يعني احنا مشكلتنا كعراقيين يعني شوف طبعا ايران هسه شوف تعرف اكو ايضا معارضه شديده ومعارضه قويه جدا بس خلي يصير تدخل بالشان الداخلي او خلي يحسون اكو خطط. الان ترامب يقدم هديه للحكومه الايرانيه بانه الان الشعب معارضه و يعني حكومه يعني كلهم الان سوف يؤيدون التوجه الرسمي للحكومه الايرانيه. واكد لك على هذه القضيه ليس بالتحليل وانما بمعنى مشكلتنا. انا اسالك عن العراق لا تجاوبني عن ايران لا جايك ما انا مو انت ما جاي بس اكمل الفكره سوف ياتيك القوس بلا ثمن. اقول هذا بالجانب الايراني مشكلتنا هنا بالعراق. شوف الاستاذ احمد يعني واضح يعني تدخل سافر يعني تدخل الولايات المتحده الامريكيه هذا ارهابي وهذا مو ارهابي وهذا كذا كذا توصل مرحله ما تقدر يعني جرأة بان توصل رسالة الولايات المتحدة الأمريكية بأنه يا هذا تدخل شان مرفوض. حتى لو كان أنا بيني وبينك أخوك اختلافات في وجهات النظر تؤمن بي ما تؤمن بي أكو عندي تقاطعات هنا هناك عندي مشاكل داخلية ولكن المفروض نصل إلى مرحلة بنقول الولايات المتحدة الأمريكية أوقفي بأن هذا تدخل بشان العراق الداخلي. إلى متى مشكلة الآن مشكلة الأمريكا وهي نجحت طبعا نجحت في بعض الأجندات أن تجعل إيران هي فوبيا خدمة للمصالح الكيان الصهيوني. الآن العرب على مستوى العرب هو ياه الموجود الآن القلعة الموجودة ضد الكيان الصهيوني فقط إيران وحزب الله والعراق الآن الموجودة هذه القلعة الآن إيران خلت تتنازل عن بعض القضايا 1-2-3 الكيان الصهيوني وشوف سوف تكون دولة محببة. عندما كان الشاه مع الكيان الصهيوني كان الدول العربية وبعض الحكام شوفوا أنت بالمقابلات وبالتلفزيون الآن كم إسرائيلي قتل الحرس الثوري بس خلينا اسمح لي هو الآن والدول العربية الآن بالتطبيع هم حتى حزب البعث الآن بالقوام الصداقة هم تتصدر بذلك. اقول بانه لا بس اسمح لي خليك على الفكره لا انت مو الفكره انت قلت العراق اولا المصلحه العراقيه اولا بس حكيت عن ايران حكيت عن اسرائيل بس حكيت عن التطبيع العراق وين هو جاي اتكلم لك بالعراق. العراق يقول مصلحه الشعب العراقي كانت تتوحد الصفوف الان الموجوده حتى الصفوف السياسيه وحتى الكتل السياسيه تتوحد بانه نرفض اي تدخل نرفض التدخل الداخل بالشان الداخلي الايراني وكذلك نرفض التدخل بالشان الداخلي الامريكي. هاي تصير عندنا يعني قدرة ولكن أنا أتكلم بالحق لا أخشى عندما أقول إيران وقفت نعم مع القضية الفلسطينية. الآن حماس وجهاد الآن يقاتلون بالفلسطينية هم يهد دعمتهم مثل السعودية الكويت الإمارات الدول العربية. بالتالي القضية أريد أوصل لمرحلة مو شان أنا أدافع فقط عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أقول هناك قضية أساسية هي خدمة الكيان الصهيوني اللي الآن يقوم بها ترامب. من المخزي ومن المعيب أن نصل إلى مرحلة بأنه نرفض لا نجرأ أن نقول للولايات المتحدة الأمريكية هذا تدخل في شأن العراق الداخلي. فيما يخصكم أنتم تتمنون أنه وما زلتم تنظرون إلى الولايات المتحدة كأنها عدو مو حليف. فيما يخصكم قوات حشد فصائل عندها علاقة بالحرس الثوري تنظرون للولايات المتحدة مو مثل ما تنظر لها الحكومة العراقية.
هو العراقيين الرسميين تشوف الولايات المتحدة حليف، عندها مصالح اقتصادية وياها، نلتزم، عندها مصالح سياسية وياها، نلتزم، ما راح تلتزمون. لا لا لا، أنا جاي أحكي لك، أنا إذا صعدت الأمور ما راح تلتزمون. شوف أكو جانب سادة أحمد، أقول بأنه ما تقوم به الحكومة العراقية وحتى هاي التصريحات نلتزم بها تماما، وهو دور الحكومة العراقية. ولكن باكر يعني واحتدت الولايات المتحدة الأمريكية على العراق أو على شخصيات عراقية أو على أحزاب أو على حركات، ما هو الموقف العراقي وما هو موقف الآخرين؟ هل نبقى نسكت أو يكون هناك موقف عراقي موحد؟ نحن نقول يجب أن يكون موقف موحد عندما نقول نلتزم جميعا، نتفق جميعا، ونتحمل تداعيات هذا الموقف، كل الخسائر اللي ممكن، يعني كل العقوبات اللي ممكن تفرضها علينا الولايات المتحدة الأمريكية، نحولها من حليف الى عدو، تفرض علينا عقوبات. اقول لك هي حال ايران، احنا بالنسبه لنا كموقف، احنا مثلا كفصائل المقاومه وكحركات سياسيه معروفه، موقفنا بان الولايات المتحده الامريكيه لن تكون في يوم من الايام حليف العراق، انما هي تخدم مصالحها. ولكن هذا لا يتعارض مع توجه الحكومه، سوف نلتزم بما تقوم به الحكومه العراقيه. الحكومه العراقيه ترى بان هناك وضع دبلوماسي، وضع دولي، سوف نلتزم به، والان نحن ملتزمين وجزء من العمليه السياسيه وداعمين توجه الحكومه العراقيه. ولكن ما اقوله استاذ احمد بانه يجب ان نكون أيضا بالقوى السياسية الأخرى، يجب أن يكون هناك موقف وطني، يجب أن يكون موقف وطني عندما يتدخل ترامب بالشأن العراقي الداخلي. أريد الآن رسالة الآن من دكتور ظافر من الإخوان الموجودين، رسالة لترامب بالولايات المتحدة الأمريكية. وين طالب رسالة سليمان؟ طالبنا أي والله. الآن أنا أطالب زميلي وأخي، أنا أطالب الجمهورية الإسلامية الإيرانية منا بأنه لا نقبل أن تتدخلي بالشأن العراقي الداخلي. نحن حليفة وأنت صديقة ولدينا علاقات كبيرة جدا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولكن لن نقبل بالتدخل بالشأن العراقي الداخلي. لا مو هيك، أنا أريد، لا مو هيك، لا حتى أطلب رسالة من الدكتور ظافر. نعم، بوع الكاميرا توجه رسالة للجنرال قاسم سليماني. نعم. أنت مرحب بك بشكل رسمي، تجي زيارة عسكرية، يستقبلك وزير دفاع، يستقبلك قائد مشنو، لكن تجي زيارات سرية ممنوع يا كل جنرال. الزيارات، كل الزيارات موان عد علم بها، كل الزيارات حج قاسم تأتي بزيارات وسفرات رسمية وبعلم وإذن الحكومة العراقية، وهي مرحب بها ما دامت الحكومة العراقية مرحب بها. انطيني رسالة بهالجرأة، هاي مو أسألك على ترامب رسالة بهالجرأة. همي أنا حول قاسم سليماني، أنا أتمنى عليه أنه لا يغادر إيران هذه الفترة، ما يخاف بس الأمريكا، أيضا بما فيها بالعراق. لا، إيران إذا كانت صديقة للشعب العراقي لا تورط العراقيين بمشاكلها مع الآخرين. أنا أتحدى دكتور ظافر وجه رسالة للعراق ساحة. شو هم فرها على إيران، على إيران وعلى قاسم سليماني، تنصح أنه ما يجي العراق؟ إيه، إنه لا يورط الشعب إذا كان هو محيط. شو توقع الولايات المتحدة الأمريكية؟ سعد أحمد، الآن أصبح شخص مطلوب. سعد أحمد، أنت طلعت الموضوع، الله يدينا رسالة، أنت قلت له رسالة، أريد رسالة لترامب. لترامب؟ لترامب والأمريكا. أنا أدعو الإدارة الأمريكية إنه يعني أن تستمر في الضغط على كل القوى السياسية الدول، على كل الدول التي تتدخل أيضا بالشأن العراقي. هذا هو خطابنا الواضح، الرسالة واضحة جدا، وهذا خطاب الدكتور ظافر، والجمهور والكل يعرف من هو ومن هو يعني صحيح. وهو الذي يحكم ومن هو الصحيح ومن هو ملتصق بهذا الخطاب الوطني صحيح. وملتصق بهذا صحيح. صحيح. نحن نقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية وترامب وكل دولة لن نقبل بأن يكون هناك تدخل في الشأن العراقي الداخلي، ومن يتدخل فهو أمر مرفوض، وسوف تكون مرفوض. كل جيد. بما فيها على أصدقائنا، على أصدقاء العراق، شعب العراق. هذا الدكتور عقيل، هذا الجدل العراقي المحتدم، شنو تداعياته؟ وين راح توصل نتائجه تعتقد إذا ما أصر ترامب في هذه السياسة؟ يعني أنا أعتقد أنه نحتاج أن يعني أن يكون خطابنا متسقاً. ضيفك الكريم نعيم العبودي يرفض تدخل الأمريكي في الشأن العراقي، وهذا رفض صحيح، كلنا نرفض تدخل الأمريكي في الشأن العراقي، لكنه أيضاً هناك تدخل إيراني مستمر وسافر في الشؤون العراقية. نحن لا نسمع مواقف واضحة من القوى القريبة من إيران. يعني قبل أيام في لقاء السيد عادل عبد المهدي مع المرشد الأعلى للثورة الإسلامية السيد علي خامنئي، كان واضحاً المرشد الإيراني قال أنه ينبغي أو أكد على أهمية انسحاب القوات الأمريكية من العراق. هذا شأن عراقي ليس شأناً إيرانياً. طبعا انا لا اريد ان ادخل في هذا الجدل مقارنه ايران بالولايات المتحده، لكن كقوى وطنيه عراقيه يعني هناك يبرز عبر الحشد على الاقل في الاشهر الاخيره
خطاب يبدو خطابا وطنيا، قبل هذا خطاب الحشد كان خطابا اقليميا، خطابا يستعير الكثير من المفردات. كان خطاب معركه دكتور، كان خطاب معركه السياسي والثوره الايراني كان خطاب صحيح، لكنه استعار الكثير من المفردات الثوريه في القاموس الايراني. لحد الان ضيفك يتحدث عن المقاومه، كيف يمكن ان تكون انت مؤسسه في الدوله العراقيه وتتحدث عن المقاومه؟ المقاومه حركه سريه تستهدف استعمارا يسيطر على بلدك. يعني نحن الان اذا قوى رسميه عراقيه ممثله في البرلمان، ممثله في السياسه، هي قوى عسكريه رسميه ولديها خطاب مزدوج، خطاب العلم. عنده تعقيب، عنده تعقيب دكتور نعيم على هاي النقطه. دكتور عقيل، انا اعتقد سابقا تناقشنا في هذا الموضوع قضيه المقاومه. المقاومه هي لا تعني فقط الجانب السلاحي، هناك جانب المقاومه، جانب الفكري والجانب السياسي والجانب العسكري، بالتالي هو مفهوم اعم وشامل. لذلك نحن هذا تعريف ايراني للمقاومه. لا لا، هذا خلاف الترجي الاكاديمي، روح راجع المقاومه شنو معنى المقاومه. انما تحصل المقاومه فقط في ايران انت تخدم ايران من حيث لا تشعر. المقاومه لفظه المقاومه هي أعم وأشمل، بالتالي حتى الجسم الطبيعي جدا عندما يكون هناك فيروس خارجي هناك مقاومة للجسم بإخراج هذا الجرثوم، هناك مقاومة فكرية وسياسية وثقافية وعسكرية. واضح، واضح توجهكم، واضح دكتور، واضح. يعني هذا ليس عيب، هذا التوجه العقادي واضح. وأنا أسأل دكتور عن تداعيات هذا، يعني يجوز يتفهم ترامب الموضوع؟ أنا يجوز يتفهم. أنا أعتقد إذا بقي هذا الخطاب وهو خطاب إشكالي، وأنا أختلف مع ما قاله ضيفك الدكتور نعيم العبودي بشأن هذا التعريف المقاومة، لا يوجد أكاديميا هذا الفهم للمقاومة، هذا فهم جاء من الثورة الإيرانية. لكن بعيدا عن هذا الموضوع، إن بقي هذا الموضوع خطابا يعني لجمهور يؤمن بمثل هذا الخطاب لأسباب إيديولوجية، لأسباب دعائية، أنا لا أعتقد أنه سيكون لهذا الخطاب أثر على السياسة الأمريكية نحو العراق. إن تحول هذا الخطاب إلى فعل، بمعنى أنه يصبح العراق أو يصبح الحشد جزء من مواجهة إقليمية بين إيران وبين الولايات المتحدة، هناك سنتعاطى مع نتائج خطيرة. يعني أنا أتمنى أنه القوى الحشدية الولائية القريبة من إيران أنه تنتبه هنا للمصلحة الوطنية العراقية وتوظف خطابا عراقيا بشأن تحقيق الاستقرار، بشأن حل المشاكل الاقتصادية، بشأن تحقيق مصالحة وطنية. هم الآن في البرلمان، هم الآن قوى سياسية، هم يمثلون. شنو يريد يصير؟ لا عفوا، عليهم شنو يريد يصير إذا وليس كمقاتلين واضح. أو مقاومين، شنو اللي يريد يصير دكتور هسه إذا اتخذنا الموقف اللي اتخذته سوريا مثلا اليوم ورحبت ورحنا بأحضان إيران وخلتز على أمريكا وتطلع قواتها، شنو يعني نموت قابل؟ شو يريد يصير؟ نتبخر على حكايات، شو يريد يصير يعني؟ لا، سيدفع العراق ثمنا باهظا. شنو الثمن راح يدفع؟ هناك الكثير من الحمايات الأمريكية يعني أولا يعني هناك الكثير من الدعم الأمريكي للعراق في الجانب المالي، بمعنى الودائع العراقية في المصارف الأجنبية، هناك دعم أمريكي للعراق عسكريا، هناك تبني أمريكي للعراق في محافل دولية، في محافل إقليمية، هناك رغبة غربية بمساعدة العراق، بإعادة تأهيل العراق، بإعادة تأهيل العراق اقتصاديا سياسيا، بدعمه في عملية إعادة الإعمار. يعني هذا فضلا عن يعني التبادل الاقتصادي المهم للعراق. يعني المصالح العراقية مع الغرب هي مصالح كبيرة ومتنوعة، العراق هو المستفيد الأساسي منها. هذه المصالح لا يمكن أن تقارن بالمصالح العراقية مع إيران. الميزان التجاري العراقي الإيراني هو يميل لصالح إيران، 9 مليارات دولار مقابل 50 مليون دولار. لا أدعو لأن نقاطع إيران. واضح، واضح. خلي أختمه يا دكتور ظافر وأقول طبعا الأرقام مخجلة بهذا الصدد. واضح، واضح دكتور. خلي أختم يا دكتور ظافر وأقول أنه بحاجة إلى موقف عراقي موحد. بعض القوى السياسية أشعر أنه تحاول تستثمر هذا القرار الأمريكي من أجل فرض مصالح سياسية معينة بالعراق.
شو تقول؟ ليش لا؟ يعني أنا أعتقد طبيعي إنه حدث بهذا الحجم وانقسام مجتمعي وسياسي حوله كبير، أكيد إنه القوى السياسية تكون لديها مواقف متضاربة. إحنا بالنسبة لنا لا نصنف أمريكا في الوقت الحاضر بأنها دولة عدوة، في حين إن على طهران أن تبذل جهدا أكبر لكي تكسب صداقتنا. وإحنا ننتظر من إيران قرارات قد تكون صعبة عليها، لكنها على الأقل تستطيع أنه يعني تعطي وجه أكثر إيجابي. قد راح يأثر برأيك القرار هذا على ما مشروع أو مقترح إخراج القوات الأجنبية من العراق اللي البرلمان المفروض يناقشه خلال سنة؟ قد راح يأثر؟ ينطي دفع؟ أنا خل أقول لك إنه أنا يعني أعتقد إنه يعني هذا الموضوع خلف الظهور أصبح حتى بالنسبة للقوى السياسية التي يعني ترفع عقيرتها بالصياح في إخراج القوات الأمريكية، أو أنها ليست جادة حتى بعد قرار ترامب البارحة. أما بعد هذا القرار فقد أصبح طي النسيان. أنا أعتقد لن يغامر أحد بهذا الموضوع. أعتقد هذا صحيح. وأنا أتمنى إنه يعني أن يتبنى أطراف سياسية هذا. أولاً لا بالعكس، أنا أعتقد راح يسبب الإحراج الدكتور ضاف هذا التصريح، لأن الإخوان بالنسبة لفتح وسائلهم هم جادين بهذا الجانب ورفض وجود قواعد أمريكية ووجود مقاتل أمريكان، هذا شيء مبدئي وأساسي. وأبعت رسالة الحج قاسم الأيام بيننا، أبعت له رسالة الحج، طبعا أنا دزيت رسالة الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك رسالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الآن رسالة الحج قاسم. طبعا احنا نشكرك على مواقفك، وطلبي الوحيد بانه لا يستقبل الدكتور ضاف العاني بعد بلقاءاته. ما راح يصدق انا جمهوري اعتب علي قاعد وياك. ناخذ لحظه عاد النوبه بالعكس سليماني هناك قاسم سليماني وضافر انه قبل جلسات قبل ان يكون قبل الجنرال جلسات وليس جلسات قبل أن يكون على لائحة الإرهاب يعني لم ألتقي بها، أما الآن يعني فالموضوع مستحيل، هناك إرادة دولية. الجالسين في الاجتماع كانوا معروفين سيعرفون. طلع دكتور ضافر يقعد ويا الجنرال. كلهم أنا زعلاني على جمهوري أقعد وياك. خليني أشكرك دكتور نعيم العبودي يوم سببت لي حوادث. نعم عن تعالوا فتح، شكرا جزيلا لك دكتور ضافر العاني صديق الجنرال، شكرا جزيلا لك. والدكتور عقيل عباس استاذ الجامعة الأمريكية بسليمانية كنت معي عبر سكايب، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم، نشوفكم باكر إن شاء الله.